أكدت أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أماني الشعولي، أكدت أهمية العمل على زيادة الجذب السياحي إلى مصر، وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه تم مناقشة الإجراءات اللازمة للوصول إلى 30 مليون سائح لمصر. أهم النقاط التركيز عليها كيفية الجلب السياحي لمصر كلها، وبالتالي احنا الوصول الى المستهدف 30 مليون سائح ما يقابله 30 مليار جنيه. والحقيقه كان كل النقاشات منصبه على ان احنا كيفيه ان احنا نزود عدد الغرف الفندقيه علشان نوصل الى المستهدف، لانه طبعا ال 30 مليون سائح احنا لغايه دلوقتي وصلنا ل 15 مليون سائح، ودي طفره. احنا السنه اللي فاتت كنا وصلنا ل 11.8 في 22، حتى هذه اللحظة احنا واصلين ل 15 مليون، فاحنا عندنا طفرة، وده طبعا بمجهودات الوزارة ومجهودات الترويج والتنشيط انه اشتغلوا على قدم وساق عشان نخرج من الكبوة اللي كنا فيها اللي هي وقت كورونا، وكان التوقف حاجة اجتاحت العالم كله، فحصل توقف شديد للسياحة، فاحنا خرجنا للطفرة الكبيرة دي، واحنا ال 15 مليون، وبعد كده احنا محتاجين بقى غرف فندقية مضافة للعدد اللي عندنا عشان نوصل ل 30 مليون سائح.